يواصل مهرجان القرية التراثية في منطقة رأس حيان فعالياته وسط إقبال كبير ولافت من قبل المواطنين والمقيمين وزوار مملكة البحرين. نعم، حيث يشهد المهرجان حتى نهاية الشهر الجاري فعاليات متنوعة للجمهور تشتمل على العديد من الفقرات والأنشطة التي تعبر عن موروث مملكة البحرين. منذ انطلاقه حتى اليوم حظي مهرجان القرية التراثية الذي يأتي تزامنا مع احتفال مملكة البحرين بأعيادها الوطنية بإقبال وتفاعل جماهيري كبير لما يتضمنه من فعاليات وبرامج وفرص متنوعة للاستمتاع بأجواء القرية التراثية وما تحتويه من مبان ومجسمات عمرانية تعكس مراحل مختلفة من تاريخ مملكة البحرين. هذا ويشهد المهرجان حتى نهاية الشهر الجاري جملة من الفعاليات الترفيهية للزوار تجمع بين الماضي العريق والحاضر الجميل كفعاليات الموروث البحريني والمعارض التاريخية والتراثية والفرق الشعبية والحرف اليدوية وعروض الفرق الموسيقية للشرطة وسوق متنوع يضم المنتجات الشعبية والحديثة والمطاعم والمقاهي وبرامج تدريبية وترفيهية للأطفال. مهرجان القرية التراثية يعد فرصة استثنائية لتعريف الأجيال القادمة على تاريخ آبائهم وأجدادهم ومدى تميزهم في مختلف المجالات بالإضافة إلى تعريفهم بما حققته مملكة البحرين من تطور غير مسبوق.